حصل لها شيء قلت الله بعدها انا بعدها ما اعطيك الحياه بدونها الحين ما هي شيء. لاني شاركتني في المره والحلوه صبرت علي لا قالت جاوعه ولا قالت عاريه ولا قالت اشتي. وفي نفس الوقت حصل لي جلطه في القلب وحصل لي جلطه في الدماغ. اقتلبت هذه زوجتي اقتلبت زوجي وام. حصل انه بينحف يعني بشكل تدريجي. قالوا عنده سوء تغذيه حاده وعنده كوليرا. نقف عاجزين احيانا امام المريض ونتالم اكثر تالما عندما بنشوف المريض بيتدهور حالته ما بين الدقيقه والثانيه. ما بيش معانا الكنيوله اللي نقدر ننعش فيها، معانا المغذي ما بيش معانا الكنيوله. خرجت الساعة 2 في الليل ادور صيدلية ما بيش ولا صيدلية جات بالخالص. يعني اضطريت ان انا اتواصلت ب 1400 ريال حق متر على زب ادور الفراشة. منذ العام 2016 عانت اليمن من موجات متلاحقة من مرض الكوليرا أدت إلى إصابة مئات الآلاف من اليمنيين ووفاة الآلاف منهم في ظل شبه انهيار تام للمنظومتين الصحية والبيئية وتدهور كبير في منظومتي المياه والصرف الصحي. مررنا بظروف كثيرة الصعوبة لعدم وجود الميزانية أو لشحتها، والحقيقة كاد المستشفى أن يتوقف عن العمل لولا الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف. في ظل هذه الظروف لم تجد منظمة الصحة العالمية مناصاً من التدخل بشكل فوري وعاجل منذ الموجة الأولى للحد من سرعة انتشار الوباء الذي بات يهدد حياة الملايين من اليمنيين. منظمة الصحة العالمية قدمت لنا كثير من الدعم خاصة على مستوى البنية التحتية للمستشفى، وعلى سبيل المثال خلال الثلاث الموجات السابقة لموجة الكوليرا تلقينا كثير من الدعم وكثير من الخبرة على كل المستويات، على مستوى الدعم المادي وعلى مستوى الدعم الفني. منظمة الصحة العالمية وبالشراكة مع المانحين قامت بدعم وترميم 269 مرفقاً صحياً في اليمن، بالإضافة إلى إنشاء 72 مركزاً لعلاج الإسهالات، إلى جانب 25 زاوية إرواء في أكثر المحافظات تضرراً، مجهزة بالإمكانيات والأدوية. صحيح أنه كان يوجد لدينا قسم للكرة لكنه لم يكن مستوفي كافة الشروط، فقامت منظمة الصحة العالمية بتجهيزه وتأثيثه وترتيبه على كل المستويات وبكافة الطلبات التي تتطلبها هذه المراكز. وضماناً لاستمرارية الكادر الصحي في ظل توقف المرتبات عن أكثر من 55 ألف طبيب وعامل صحي في اليمن، تكفلت المنظمة بدفع حوافز مالية شهرية وبانتظام للكوادر الطبية العاملة في هذه المراكز والزوايا. لما دخلت وشفت حتى تحسنت الحمد لله ارتاحت نفسي واطمأنت. تدخلات منظمة الصحة العالمية وبالدعم السخي من المانحين مثل مركز الملك سلمان للإغاثة منحت 99% من المصابين القدرة على التعافي من هذا المرض الفتاك. إلا أن حقيقة كون أكثر من 16 مليون مواطن يمني غير قادرين في الحصول على الرعاية الصحية الأولية يشكل عبئاً كبيراً على عاتق منظمة الصحة العالمية والتي تسعى لضمان صحة أفضل لكل سكان اليمن.